أعماني من المرحلة الانتقالية الحصيلة والتطلعات المستقبلية، هذا هو عنوان المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه 9 أعضاء من حكومة الوحدة الوطنية أمام ممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة والدولية بالبلاد. هذا وبعيد شرح الهدف الرئيسي لعقد هذا المؤتمر الصحفي، قدم عدد من الصحفيين أسئلة لوزير البترول والطاقة تتعلق بزيادة سعر الجازولين وعدم توفير الكهرباء بعدد من المناطق. رد الوزير جراسملي بمجل أن الحكومة ضمن خطتها وضعت توفير الكهرباء لمختلف مدن البلاد من أولوياتها، وفيما يتعلق بسعر الجازولين أن الإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن جاءت نتيجة لأعمال صيانة المصفى التي تستمر لفترة ليست ببعيدة كي تعود الأمور إلى حيث ما كانت. أسئلة أخرى للوزير الأمين العام للحكومة حليك شوا محمد تتعلق بتطبيق الثنائية اللغوية. أوضح الوزير أن وزارته وضعت لجنة تعنى بوضع برنامج خاص لتطبيق الثنائية اللغوية تطبيقا فعليا من المرحلة الابتدائية لتلاميذ المدارس العربية والفرنسية. أسئلة أخرى قدمها الصحفيون لوزير العدل حامل أختام المكلف بحقوق الإنسان الدكتور محمد أحمد الحبو حول تعزيز العدل في تشاد، حيث أكد الوزير أن العدل يعد واحدا من أولويات الرئيس الفترة الانتقالية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو ليلعب القضاء دوره بشكل مهني يحقق العدالة الاجتماعية للجميع. وأبان الحبو أن المحاكم المتواجدة في مختلف مدن البلاد لا تزال تعمل بشكل جيد وفق النظم المعمول بها في السلك القضائي للتعامل مع جميع القضايا. أسئلة أخرى وجهت من قبل الصحفيين لكل من وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال داود يحيى إبراهيم ووزير الأمن العام والهجرة محمد شرف الدين مرجي تتعلق بأحداث مونديلام جنوبي البلاد. أوضح الوزيران أن قوات الدفاع والأمن سيطرت على الوضع بشكل تام، وفيما يتعلق بأحداث السودان الجارية هذه الأيام أكد وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب أن حكومة البلاد قد اتخذت إجراءات لازمة حيث أغلقت الحدود وأعطت تعليمات فورية لحكام الولايات لا سيما الولايات التي تتقاسم حدودا جغرافية مع السودان لحماية الأراضي التشادية من جميع أنواع التخريب. وأكد الفريق داود يحيى إبراهيم أن الحكومة ستظل بأعين ساهرة عبر قوات الدفاع والأمن للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وحماية ممتلكاتهم بجميع الأراضي الوطنية. وزيرة النوع والتضامن الوطني أمينة بريسيل لونغو هي الأخرى وجه لها الصحفيون أسئلة تتعلق بالعنف الممارس ضد النساء وحول عمليات توزيع المساعدات للشرائح الضعيفة بمدينة إنجمينة. وأبانت الوزيرة أن تمكين المرأة وجعلها عنصرا يساهم في التنمية المستدامة هو الهدف الأساسي التي تسعى وزارتها إلى تحقيقه، ذلك من خلال برنامج الاستقلالية وتمكين المرأة الذي أطلق ب15 مدينة، وسيشمل البرنامج كل الولايات لتحقيق الهدف المنشود. فيما يتعلق بالمساعدات أكدت الوزير لونغو أن البداية كانت في العاصمة باعتبارها أكبر المدن وستشمل العملية كل الولايات. مسألة توفير المياه الصالحة للشرب مسألة مهمة، هي أيضا طرحت لوزير المياه الريفية والحضرية علي عبد الله إبراهيم الذي أوضح أن الحكومة بالتعاون مع شركائها وفرت حوالي 63% وستعمل خلال عمر المرحلة الانتقالية الثانية على تكثيف الجهود للوصول إلى 80% أو أكثر ليحصل المواطنون على مياه نقية بجميع ولايات البلاد. العملية الانتخابية المقبلة بدءا بالاستفتاء الدستوري سؤال ضمن الأسئلة التي وجهها الصحفيون خلال هذا المؤتمر لوزير إدارة الأراضي والحكم الرشيد ليمان محمد الذي أشار إلى أن كافة الاستراتيجيات والترتيبات اللازمة قد اتخذتها الحكومة للشروع في أول خطوة من خطوات المرحلة الانتخابية، وستلتزم الحكومة في هذا الشأن لتنظيم استفتاء دستوري في الأشهر القادمة لتحديد شكل الدولة، ومن ثم تشرع الحكومة في تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية حرة ونزيهة ترضي الجميع لتحقيق مسار العملية الديمقراطية في البلاد.